تحسنوا وادفع عدوك بالتي هي أحسن واحذر مصاحبة المباين واتخذ خلا لأساس الأخوة يضغن. عاشر صديقك بالذي يستحسن وادفع عدوك بالتي هي أحسن واحذر مصاحبة المباين واتخذ خلا لأساس الأخوة يضغن. سلم عليه وعده عند سغامه وأعنه قال إلهكم وتعاونوا إن كان مظلوما وإن يك ظالما فانصره تكتب عند ربك محسن. واصحبه في أسفاره لا سيما نحو التي في وبيته وضريحه والصالح فيها من الخلد المقدس روضة بجمالها كل الخلائق تفتن آثارها وجبالها وتلالها تفدى بأنفسنا تباع وترهن. رؤياه تزعد للذين حظوا بها فيها المسرة بعد شخصه وهو السليم الصدر ليس مشاحن. ولسانه رطب بذكر إلهه بالحق ينطق للأنام يبين وجبينه غمر وغيث كفه وبمسه الآلام فورا تسكن. بالله مشغول الضمير وإنه بشمائل الخلق العظيم مزين يسع الورى كرما وحلما طبعه سهل غريب للخلائق لين. في السوق يمشي في حوائج أهله ويعينهم وهو العظيم الهين يوي الأرامل واليتامى بيته وبسوحه تربى فنعم المسكن. ترتعد الفرائص خيفة ويهابه البطل الشجاع الألسن ويقول هونا للجليس فإنني ابن التي بغديدها تتمون. صلى عليه الله ما برغ سرى أو ما هما سحب بليل يهتن والآل والأصحاب ما البرع روى عاشر صديق.